معنا الهاتف للتعليق على هذا الحدث الكبير سيادة المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا استاذ ناشئة، واهلا بالساده المشاهدين الكرام. يعني دلالة انعقاد هذه القمة بهذا الحضور الرئاسي في هذا التوقيت والبيان الختامي الذي أكد على جملة من الثوابت التي تمثل السياسة الخارجية المصرية، تعليق سيادتك على ما جرى اليوم. صحيح، البيان الختامي بالتأكيد يعني بيعكس ثوابت السياسة الخارجية، وبيعكس أيضا القواسم المشتركة بين دول جوار السودان، باعتبار هذه الدول هي يعني الأكثر فهما أولا وإدراكا لتعقيدات الأزمة ولعمق الأوضاع في السودان، وثانيا الأكثر تأثرا بكل ما يحدث في السودان وبتداعيات ذلك على استقرار هذه الدول وأمنها القومي. من هنا كانت مصر حريصة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص للغاية على أن يتم توحيد رؤية وموقف دول الجوار، لأن يعني زي ما حضرتك تفضلت في البداية، دول الجوار المباشر اللي حضرت اليوم مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، جامعها ذات تفاعلات ممتدة ومتشابكة مع السودان، وجامعها لها مصالح ولها روابط تاريخية وحالية ومستقبلية مع السودان، وجامعها معنية بالتوصل لحل ولتسوية للأزمة الراهنة. في هذا التوقيت بالذات الأزمة بدأت منذ حوالي 3 أشهر، حدث مبادرات كثيرة في اتجاهات متعددة، مصر تفاعلت مع جميع هذه المبادرات على كل المستويات وفي جميع الاتجاهات. الهدف بالنسبة لمصر أجندتها لا تحمل سوى بند واحد، وهو تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني. وبالتالي عندما نضجت الظروف وأصبحت مواتية، تم توجيه الدعوة لدول الجوار، وحضرت جميعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة طبعا للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وصدر البيان الختامي على النحو الذي أشرت